بق 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 جاسم بق 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 واو بقيق او 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 بق 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 فالنتاين او ما ابو عبد الله اكلمك بعد شوي ها؟ تفضل. محبوب شلونك؟ تمام سلمك مرتاح ان شاء الله؟ الحمد لله. محبوب انا كان عندي سؤال شوي خاص عن ابنك يعني. محبوب انت كم تستلم راتب على هالوظيفه؟ شوف انا حاليا اسوي شاي راتبي يوصل 6000 دينار، واذا فكرت اسوي قهوه بيوصل راتبي 8000 دينار، بس انا الحين مرتاح مع الشاي. حب الكعب ان شاء الله. سلمك، اهم شيء انت مرتاح مع الجاي؟ مرتاح الحمد لله. ومحبوبه هذول اللي يغسلون الصحون والاستكانات اللي معك في المطبخ هاي كم يستلمون؟ مساكين ذلين يكسرون الخاطر، رواتبهم قليله على 3000 4000 دينار مساكين. مساكين بارك الله فيك. سلمك محبوب. محبوب زين، ما في شانس انا اعطيك السي في مالي وتوظفني عندك اساعدكم في شيء؟ صاحيت صاحي ضغط على هالوظيفة. أزبالك يا حبيبي يسوي شاي، أزبالك أنا قعدت من الرقار سينا سويت شاي. لا يبا تعبت وعانيت على هالوظيفة، أصلا أنا ما أدري شو قاعد أسولف معاك، ضغط عني خلنا نروح حق المساكين. يلا قاعد مكانك شاب شركتك، يلا حتى الشاي أنت ما بكفو تشربه، يلا قاعد مكانك. يلا يلا هلا أبو عبد الله. لو سمحت الحساب. مرحبا. مرحبتين. ان شاء الله عجبكم الاكل. ايه كل شيء تمام، بس بغينا الحساب. الحساب مدفوع وعليكم بالف عافيه. لا تحرجنا عاد يا اخوي. ولا احرجك ولا شيء، عليكم بالف عافيه وحسابك مدفوع، وهذه بعد المبلغ حق يدك اذا تبي تشتري لك شيء من برا. مشكور اخوي مشكور. الله يسلمك. هاي ولدك؟ اي نعم هاي ولدي. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظه يسلمه حبيبي. هاي زوجتك؟ اي نعم هاي زوجتي. ما شاء الله ما شاء الله. انتوا جروب مع بعض؟ اي نعم. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسلمك. انت معاهم؟ لا لا مو معاهم. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسلمك. عندي اثنين بعد عيالي في البيت ما يو ويانا اليوم. ما شاء الله سلم عليهم. ما شاء الله الله يحفظه. زين يا ربع، افكار المسبوح جاهزه، شو تحسون اول حلقه نصورها عشان ننزلها حق الناس؟ انا احس حلقه القطار، حلونا نبتدي فيها. حلقه القطار احمد؟ ايه حلقه القطار حلوه كبدايه. اوكي حلقه القطار هي البدايه، ومثل ما اتفقنا ان الحلقه الاولى بتنزل تاريخ. ايش تسوين هني؟ الله يبليسك انت ليش تسوي؟ كنت قاعد اجرب تلفون هواوي الجديد بي 40 برو، في ميزه وايد عجيبه. شوف لين تصور فيديو ها وتسوي زوم الصوت يرتفع اكثر، كل ما تسوي زوم اكثر يرتفع الصوت اكثر. الحلقه الرابعه طبيك تشوف لي مين تقترح عشان. ايوه شنو في بعد مميزه ثانيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في وايد اشياء، في هواوي اب جاليري تنزل الابلكيشنات اللي في بالك، سناب شات غيره، اي شيء في بالك تحصل عندهم. خلنا نراويك. شوف الدش على هواوي اب جاليري وتنزل الابلكيشنات اللي تبيها. ها ها شوف. حلو شنو في بعد؟ ما شاء الله عليكم كلكم يا توني. عاد احمد اشرح حق مين هناك. في هواوي ميوزك، في اكثر من 20 مليون اغنيه تقدر تسمعها في هواوي ميوزك. الحين اسمعكم واحده. انت الحين جاي تسوي دعايه حق هواوي ولا تتجسسين علينا تبي تدشين معنا المسبح؟ الاثنين يما اختاري شيء واحد. والله ما ادري ما يعني هواوي فيها فلوس والمسبح فيه شهره، بس كان انا مو ناقصتني شهره، انا اوريدي مشهوره. لا اختاري شيء واحد. والله ما
خاطر يعني انتم كنا بعد المسبوح اوريدي مريضين يعني الحين كورونا ودي ما تقدروا تصورون لا اختاري شيء وانتم ايش نختار بسرعه Hello? Yes, this is Jack. Which hospital? Okay, I'm coming now. What happened? Our brother had an accident and he's in the hospital now. Oh my God. Let's go. رقم غريب. يرد. أرد؟ يرد. ألو؟ مستشفى؟ اخوي ايش بيه اخوي ايش بيه تكلم اخوي سوى حادث لا لا ليش اخوي يصير في كذي ليش اخوي يصير في كذي ما ادري دكتور طمني على اخوي دكتور تكلم ليش ما يتكلم الدكتور ما ادري اكسر اي شيء يمك دكتور تكفى تكلم طمني على اخوي تكلم ليه ما تكلم مو قاعد يتكلم تكلم تكلم اوكي دكتور احنا حق جايين اخوي 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 ايش فيك اخوي قوم كلش مو بوقتك يا اخوي انحاتي تاكل انحاتي كنت قوم يا اخوي شلون اشيلك انت قوم اي صح قوم اي صح قوم ليش صار في اخوي كذي ما ادري اكسر دي اكسر دي بعد ما في شيء بعد ما كسرناه طالبين مننا نسوي لهم دعايه فشلون تقترحون افكار نبي افكار شيء حلوه ايش رايكم نسوي لهم اغنيه اغنيه شنو اوقات نبي افكار جديده افكار حلوه زين ايش رايكم نسوي فيديو يزعم انه واحد ريحته خايسه ونرش له عطر جنيد وتصير ريحته حلوه لا 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 فكره مستهلكه دي ما تنفع يعني بصراحه ما ادري يا جماعه انا احس ان جنيد ما يبي له دعايه ما شاء الله عليهم صار لهم اكثر من 100 سنه من افتحوا وعندهم اكثر من 120 فرع على مستوى دول الخليج وعطوراتهم موجوده في كل بيت يعني ما ادري يعني هالكلام ذي اللي قلناه ذي كله مصور صح؟ اي هاي كل الكلام مصور اي بس خلاص هالكلام اللي قلناه ذي منتجوه ونزلوا الفيديو اهم شيء دفعوا اي دفعوا اي بس خلاص نزلوا الفيديو